اللي خاصها شي فريتوس ولا شي قلايه هوائيه طايره الاخواس. عرسو يا البنات جابوها بواحد الثمن خيالي الاخواس، كتجي فيها 2.3، فيها اختي 1200 واط، طيبي فيها الفريت الدجاج الحوت اللحم اي حاجه يا الاخواس. عرسو خديتها والله القسم ما ندمت عليها. تنبارطاجي معكم دائما هذا الميكسور هذا في الكحل في الابيض في الخضيضر، اول مره كيجيبوه لكم في الاحمر للناس. عرفتوا عجبني، كيجي منه هاشوار ميكسور كيجيو ضرب شي حاجه واعره يا البنات، والثمن ديالو رخيص. غير اللي ما بغاتش تبرع يا البنات، عرفتوا صناديلات واعرين واثمنه خياليه. اليوم اختي جبت لكم لا مارك، شوفوا لي الصناديلات كيدايرين واعرين. عرفتي الثمن غادي يصدمك اختي، الثمن غادي يصدمك. شوفوا لي البنات كلشي ديال لا مارك وثمن رخيص، شوفوا لي الصناديلات كيدايرين. الناس كلشي الاخوات كياخذوا فيهم صناديلات واعرين وثمن رخيص. اليوم اختي غادي نبرعكم، جبت لكم اختي لا مارك باثمنه خياليه. شوفوا لي اختي الصنيدلات ديال البحر ديال لا بيسين ديال لا بلاج ديال الحمام كيبقاو ماركه هي البنات باثمنه خياليه. اي باغا تفرح ميمتها فولا راه تغزالي انت، بقاو ديال لا مارك البنات ديال لا مارك جبتهم لك اختي اليوم بثمن خيالي. عرفتوا كيجيو رطاط بين البنات فنين فنين على حساب الصيف، فيهم اللوينات والشكيلات اختي كضويات للبلاد. تعطي اختي فولا ربط حمرت الوجه. كلشي يا البنات ديري له دي ستوكاج ان اختي، هزي اللي بغيتي يا البنات. شوفوا لي الموديلات اي حاجه اي حاجه الاخوات كلشي ديروا له ان غو. ما خليت فين نمشي، درت المكازات حتى عييت، عمري ما لقيت هاد الاثمنه يا البنات. شوفوا لي لي بارفان كضويات البلاد كلشي الاخوات 3.99 €. شوفوا البنات الموديلات 3.99 €، دي بارفان واعرين يا البنات. شوفوا هاد الموديل هذا غير 2.99 €، 2.99 € يا الاخوات. كل شيء كيتكلم عليهم البنات دايرين ضجه كبيره. هاد الزيوت هادو اللي كيبقاو ناتشور 100% البنات، كيحدوا من تساقط الشعر وكينوض لك البنات الشعر ديالك، يعني كتولي عندك الخلفه و 100% ناتشور، ودير لهم ثمن رخيص. اللي ما بغاش يتبرع البنات فهاد الصيف هذا، عرفتوا حمقوني هاد الكسيوات هادو كيجيو غزالين البنات، ودير لهم واحد التخفيضات واعرين. بغيتي هاك سوه بغيتي اختي تاخدي الانسومبل، كيجي سروال شعر اللي واعر يا البنات. عرفتوا فيهم موديلات وشكيلات. اول مره كنلقى لا مارك ديال بروند البنات، جايبي لكم هاد القلايه هذه البنات تقلي فيها الفريت الدجاج شباكيه لحم اي حاجه يا البنات لا مارك ديال بروند. عرفتي انا البنات راه عندي الفران عندي الميكرون عندي كلشي اختي ديال هاد لا مارك هذه، صدقات لي الله يعمر ليها الدار. السلام عليكم البنات، كدايرين لاباس عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير بألف صحة وبألف عافية. خاتكم بشرى جات اليوم اخواتي لستوكوماني دير لكم واحد الجولة، يلا خليكم معايا. شوفوا يا الاخوات جايبين لكم واحد الجديد، واحد الجديد اختي ديال لافال. شوفوا لي البنات الفخيتوز اول مره كنلقاها، اول مره كنلقى البنات الفخيتوز هنايا في ستوكوماني. زوينه 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 عجبتني، كتجي مجهده البنات فيها 1200 واط، كتجي مجهده ما شاء الله الاخوات عجبتني. فيها البنات 2.3 يعني كتهز لكم 2.3، هذه ما تهز لكمش دجاجه، هذه تهز لكم دجاجه مقطعه البنات. ديري فيها الفريس ديري فيها كل شيء يا الاخوات، 1200 واط ديري لها 34 €، يعني ما كتجيش كبيره بزاف فهمتوا الاخوات، 34.99 €. دائما كنبارطاجيها معكم في جيفي البنات. اليوم اختي ولاو كيجيبوها حتى في ستوكوماني هاد المقله الطويله العجيبه الغريبه زوينه البنات ما شاء الله. الثمن ديالها ما غاليش 34.99 €، هذه اختي كتجي طويله ما شاء الله كتجي طويله. هذه البنات فيها 87 سنتيمتر على 21، يعني الطول ديالها 87. ديري فيها اختي المسمن ديري فيها خضره حوت اي حاجه البنات، 34 € ما شاء الله هي البنات، وكتجي مجهده الاخوات كتجي مجهده. اللي انتريسي راه حاطينها ما شاء الله في ستوكوماني بكونتيتي كثيره الاخوات، وحاطه لكم فيها 1200 واط هي البنات، شو 1200 واط. حاطه لكم حتى هذا الموديل هذا بالنسبه، يعني كاين كتكون فامي ماشي كبيره ولا باغا شي حاجه هكا صغيره، كاين هذا الموديل هذا. انا عندي البنات القياسات بجوج، عندي هادي وعندي هادي البنات. بالحق انا عندي هادي لا مارك ديال مولينيكس، راه كان سبق ليا بارطاجيتها معكم، زوين هاد القد هذا. شي مره كتبغي تعشي كدير فيها كفيته مع بصيله مع، ديما انا البنات كنستعملها والله القسم الا شي حاجه زوينه صدقت لي الله يعمر ليها الدار. يعني هادي كنجبدها فاش كنبغي ندير المسمن، ما نكذبش عليكم فاش كنبغي ندير المسمن كنديرو في هادي البنات باش كتحيد لك اختي في ساعه. اما هكا الا بغيت ندير العشاء ولا يعني كنا غير حنايا كنديرها البنات هنايا اكثر، هي كنشوي فيها الكفته وسميتو
ولا يعني دير فيها حوت دي بروشيت اي حاجه البنات 29 يورو 99 ولا تقدر تهز لك حتى ثلاثه المسمنات على البنات ثلاثه ديال المسمنات لقيتهم البنات جايبين اليوم اختي لا مارك ديال بروند لا مارك ديال بروند هاد القلايه هذه اختي كتهز لكم 2.5 لتر ديال الزيت البنات يعني ما شاء الله لا مارك شوف الشكل ديالها كيجي واعر البنات فنا لا مارك ديال بروند اول مره انا البنات راه عندي الفران الميكرو عندي كلشي لا مارك ديال بروند زوينه الله يعمرها دار كتعجبني هاد لا مارك هادي ها هي اختي جابوا لكم الفخيتوز ديالها اول مره كنلقاها اول مره يا البنات بالنسبه للسوشوار كيسولوني عليه بزاف ديال البنات باغيين يهبطوه للبلاد اختي بشره ها هو المطر حاطين لكم في ستوكوماني 24.99 هادي كتجيب غوصه البنات كتبقاي تنشفي بها الشعر ديالك اختي زوينه فيها 1000 واط الاخوات البنات شوفوا لي اول مره كنلقاها في هذا اللون هذا في الاحمر يا البنات هذا الميكسور هذا كنت دائما كنبارطاجيه معكم في الخضار في الفيوليف اول مره كنلقى الغوجه البنات الغوجه اختي هذا البنات كيجيو فيه ثلاثه ديال لي بياس كيجي هشوار البنات ها هو اختي كيجي فيه هشوار وهنا اختي ميكسور يعني كتميكسي عصير اي حاجه وهذا اختي كيجي ضراب شي حاجه زوينه البنات فيه ثلاثه ديال لي بياس نقول لكم الثمن ديالو ها هو البنات درلو 19.99 ولكن هاد الغوج هذا اول مره كنلقاه نقول لكم البنات هاد الاسبيراتور هادي اول مره كنلقاها ما شاء الله جايبين بزاف البنات ديال الجديد هادي اختي الثمن ديالها 69 يورو ما فيهاش البنات الكابلي ما فيهاش الاخوات الكابلي ديري لها الاخوات يعني بغيتي يعني على هاد الشكل هذا ديري فيها الفوطو يا تسديدرات اي حاجه تقدري تدي اختي حتى الطوموبيل ديالك وهادي اختي كتنقي بها الدار ديالك فيها اختي عامين ديال الكارونتي اول مره البنات كنلقاها والله عجبني البنات الشكل ديالها غزاله راه جايبينها لكم البنات بثمن زوين 69 يورو وديما البنات كنقولها لكم يعني تخزني التيكيت اختي ديال لاكاس ها هي اختي الا خسرات لك كلشي حاجه رديها ليهم لان عندك عامين ديال لاكارونتي زوينين البنات هاد الكسيوات هادو زوينين اخواتي صيفيا فن عجبتني ها انتم البنات زوينه هادو كانوا دايرين 19 اورو دار لهم 15 اورو 19 اورو 99 داروا لهم 15 اورو كتجي طويله يا البنات فنونا السيده واخده منا شو علم زويناتهم 15 اورو ثم البنات حاطين بزاف ديال الموديلات هكا كسيوات غزالين 15 اورو زوين هذا الموديل هذا كاين حتى هذا الموديل هذا راه فيه اللوينات البنات كاين فيه حتى هذا اللون هذا غزال 15 اورو 99 زوين هذا ها هو اللوين الاخر ديالو زوين هذا كيجي خزي البنات خضر ميليتير الاخوات عرفتوا راه ما شاء الله شوفي لي الناس شنو دايرين في الكساويه البنات شوفوا لي البنات الناس شنو دايرين عرفتوا كساوي واعرين الا بغيتو ديروا واحد الدويره كاين هكا تصايات هانتوما البنات كيجيو بالسميطات ديالهم احسن حاجه كتعجبني هنا في ستوكوماني كتلقاي البنات الحاجه حويجات ديال لا مارك ماركه البنات وهما كيديروا لهم اثمنه رخيصه فهمتوا البنات كتلقاو كساوي زوينه هذا الموديل هذا شوف زوينه هذه مع واحد الصناديله وهانتي اختي ناضيه كاين بزاف ديال الستيلات كتختاروا هذا كيجي كيمونو على البنات هذا الموديل هذا كيمونو كاين بزاف اختي ديال الستيلات وكتجي اختي كتختار بزاف اختي ديال الموديلات هذا كيجي بحال الشكل هذا كيجي صالوبيط البنات كيجي سروال فهمتوا ماشي كومبيني زوين زوين راه ما شاء الله كاين بزاف كاين تصايات على هذا الشكل هذا شو يعني اي حاجه كتلقايها عجبوني هاد السليلات هادو دير لهم 12 اورو 99 بالنسبه للصناديلات البنات عشرة ما شاء الله هي الاخوات راه عندهم صناديلات واعرين 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 البنات الكاليتي اختي اللي كتهضر الكاليتي البنات اللي كتهضر صناديلات راه ما كتلقايهمش بارتو فهمتوا يعني صناديلات راه كتلقايهم زعما ماركه ماشي فنين هانتوما الاخوات وكتلقايهم دير لهم اثمنه اللي رخيصه بزاف فهمتوا بزاف ديال الموديلات كاين هاد الموديلات هذا اختي خفيفه يا البنات هاد الموديل هذا هانتوما الاخوات شوفوا لي فنين فنين بزاف اختي ديال الستيلات كتجي تختاري عاد هنا حاطه لك البنات بزاف شو هاد الموديل هذا شحال زوين واعره هادي يا البنات كتجي في الدوغي فنه فنه زوينه زوينه هاد الموديل هذا كاين هاد الستيل هذا هادو البنات دير لهم 24.99 كرا كيبقاو ماركه البنات صناديلات واعرين فنين كاين بزاف اختي ديال الستيلات بزاف شو هاد الموديل هذا شحال واعر ها نتوما يا البنات فنين فنين بزاف اختي ديال الستيلات كاين حتى هاد الموديل هذا هادو كلهم 24 البنات عجبني حتى هاد الموديل هذا شوف اختي داك القهيوي الزوينه البنات داك الشوكولا الزوين عرفتي هذا كيجي اختي في الرجيلات عرفتي كتجي في الرجيلات هاد الصناديله علم الله اختي شحال دايره في المكازا كاليتي واعره دير لها 24.99 هاد الموديل هذا فيه البنات القهيوي وفيه حتى النوار البنات شنو لقيتهم حاطين اللي كيبغيو لي مارك
كاين اللي كيبغيو اختي صنيدلات ديال لا مارك ديال لا مارك. البنات هادو راهم ماركه البنات، راه ماشي ايميتاسيون ولا شي حاجه، هي بالبواطه اوريجينال ديالهم. شوفوا لي البنات صنيدلات ديال لا مارك، ما عرفتش شحال كانوا دايرين اختي في المكاز. نشوفوا البواط واش كاتبين في البواطه، واش كاتبين شي حاجه. عرفتوا البنات راه مارك اعلم الله شحال دايرين في المكازا. هنا داير لهم 19 اورو البنات، 19 اورو. عرفتوا زوينين زوينين وخفاف الاخوات. كاين في هذا الغوز هذا، وكاين البنات حتى في النوار. فهمتوا البنات صنيدلات اختي على حساب البحر على حساب لابيسين، فنين فنين كيبقاو ماركه البنات. هانتوما 19 اورو 99. عرفتوا البنات لقيت عندهم هاد الفولارات هادو راهم ماركه البنات. هاي اختي لا ماركه ديالهم ديال طوس البنات، ماركه واعره الاخوات. راه غاليين هاد الفولارات هادو، راه غير هنا دايرين لهم 5 اورو 99. اما في المكازا البنات يعني لا مارك ديالهم راه على الاقل غيكونوا البنات دايرين 21 ولا 30 اورو، ها هي القليله البنات. هما دايرين لهم 5 اورو 99 البنات. كادويات للبلاد اللي باغا تاخذ كادويات لميمتها، بغيتي تاخذي فولارات كادويات، ها هما البنات 5 اورو 99 كتدي واحد حاجة ماركه رطيطبين صبان ورد. البنات الكاليتي ديالهم واعره وزوينين على حساب الصيف. هادو الاخوات واعرين. حاط لكم حتى السيكان البنات، السيكان هنايا راه كيكونوا البنات راه ماشي كيكونوا ايميتاسيون، راه كتاخذي ساك واعر اختي، وهما ديما كيكونوا دايرين 14 اورو فهمتوا، ولكن السيكان غزالين. شفتوا يا الاخوات عندهم ما شاء الله كسيوات غزالين وطوال ورخاصه البنات. شوفوا لي هذا الموديل هذا شحال عجبني البنات، ما شاء الله كيجي موديل غزال. شوفوا لي البنات الكسيوه، عرفتوا التوب ديالها زوين كتجي طايحه فنه. عرفتي البنات هذه مع واحد الصنادله تجي غزاله غزاله غزاله. كاين فيها هذا الموديل هذا، وكاين البنات هذا الستيل هذا، كاين حتى في الخضيره نفس الموديل. التوب واعره البنات، كيجيو فيها الجياب. شوفوا البنات هما فيها الجياب، فيها الجياب الاخوات. عرفتوا زوينه ديال 19 اورو، 19 اورو البنات. ولكن عجبني انا هذا اللون هذا، عرفتوا غزال يا البنات. كاين هكا كسيوه، يعني كاينه كسيوه بغيت هاد، بغيتي نفس الثوب. كاين في سري ولا تشارلي، هانتوما البنات سري ولا تشارلي، يعني ديري هكا مع شوميزه ولا تجيك لبسه واعره. عرفتوا رطاطبين وعراضي يا البنات. كاين هذا الموديل هذا، كاين هذا الموديل هذا زوينين هادو 14 اورو، 14 اورو البنات، 14 اورو سري ولات غزالين. عندهم بزاف البنات ديال الموديلات، بزاف ديال الكسيوات الا بغيو تجيو ديروا واحد الدويره. فريمون موديلات واعرين واعرين وثمن رخيص. اللي باغا تكسي وليداتها البنات راه دايرين حتى ل 50% البنات، دايرين لكم السولد حتى ل 50%. عندهم بزاف ديال الحويجات هكا بغيتو تجيو ديروا واحد الجوله، راه كاينين موديلات غزالين البنات. كاينين كيطمات اللي باغا تاخذ هكا لوليداتها راه دايرين البنات حتى ل 50%. عرفتوا يا البنات حاطين هنا ما شاء الله بزاف ديال الصبايغ. هزي اللي بغيتي البنات، كلشي داير له انغو انغو يا البنات ديال ستوكاج. هزي اختي الموديل اللي بغيتي البنات، موديلات واعرين فنين، صبايغ غزالين. اللي باغا تاخذ صبايغ عرفتوا غزالين كلشي البنات، اي موديل خديتي ديروا له انغو. حتى عييت ما خليت فين مشيت، عمري ما لقيت هاد الاثمنه الخياليه الاخوات، عمري ما لقيت هاد الاثمنه في لي بارفان. عرفتوا يا البنات دي بارفان واعرين، هادي بحرار الشتاء يا البنات. عرفتوا ريحتها واعره بحال ريحه الورد يا البنات. عرفتوا 3 اورو 99، 3 اورو يا البنات 99. شوفوا لي هاد الموديل هذا الاخوات، شخصي كي كتجي القريعه ديالو كتجي كبيره ما شاء الله. 3 اورو البنات 99، لقيتهم جايبين موديلات جداد. هذا الموديل هذا اول مره كنلقاه، موديلات واعرين البنات. هذا اول مره كنلقاه، وهذا حتى هو البنات اول مره كنلقاه. الريحه ديالو زوينه، شوفوا البنات الباك ديالو كي تيجي. هانتوما الاخوات الباك علم زوينات اختي، 3 اورو 99 لا غلا على مسكين. كاين هذا الموديل ها، كاين هذا زوين ها يا اختي الريحه ديالو. عرفتوا زوين الريحه ديال الورده البنات هذه، ها هي اختي 3 اورو 99 الباك ديالها كيجي على مزويناتها اختي. راه كل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كل اختي كيمشي على قد المستطاع ديالو. كاين هاد الموديلات هادو جوج الاورو، كاين الله يحسن العون اللي ما خدامش، ما وحده ما خداماش، يعني معوله غير على راجلها وعلى الله سبحانه وتعالى. وراجلها اختي راه يد وحده ما كتصفقش. انت اختي لا في استطاعتك تمشي تشري ديوغ، تمشي تشري، سير اختي شري الله يسهل عليك، ولكن كل واحد وكيمشي على قد الاستطاعه ديالو. فهمتوا البنات انا كنبارطاجي معاكم كل شيء الرخيص والغالي، واللي قد على شي حاجه كيمشي عليها. هاد الموديلات كيبقاو زوين، الريحه ديالهم غزاله البنات. 3 اورو 99 البنات، كاين حتى هاد الموديل هذا زوين هذا الاخوات 3 اورو 99، يعني الريحه ديالهم كيجيو زوينين فريمون. هاد الموديلات كيف قلت لكم غير جوج الاورو. هانتوما الاخوات هذه هي البارفان ديالها. جي اختي وشمي، راه كيحطوا لك التيستو البنات، جي وشمي عجبتك ما عجبتكش ما تاخذيهاش. كاين هاد الموديل هذا، هذا اختي ايميتاسيون ديال انجيل البنات، البارفان ديال انجيل هذه ايميتاسيون ديالها. عرفتوا واعره واعره يا البنات هذه اختي 3 اورو 99.
90. شو اختي الباك ديالها كي تيجي تعطي اختي بتحمرت الوجه، وها هو اختي القريعه ديالها. شو ريحه زوينين البنات باثمنه خياليه. عصور الناس راه كلشي كيجي كياخذ منهم. بغيت نبارطاجي معكم البنات واحد الحاجه اللي كيتكلموا عليها بزاف الاخوات هنايا في ستوكوماني البنات، وهي هاد الزيت هادي ديال الارغان. جيت كنقلب عليها البنات حتى لقيتها، قالوا لي شكروا لي بزاف ديال الاخوات هاد الزيوت هادي البنات اللي كتبقى طبيعيه 100% زوينه البنات للشعر، وخصوصا لتساقط الشعر البنات. تساقط الشعر هما دار لهم 3.99 يعني كتحد من تساقط الشعر يعني وكينوض لك الشعر البنات لنمو الشعر. الاخوات هما حاطين هذا الموديل هذا وحاطين لك الاخوات ديال الارغان اللي دايرين لك 100% ناتشورال البنات. هما دير لها الثمن ديالها 3.49 3 أورو. جيت كنقلب عليهم البنات حتى لقيتهم كاينين مع الصبيغه البنات. الا بغيتوا تجيو تقلبوا عليهم شكروهم لي البنات، شي حاجه زوينه والثمن ديالهم راه ما غاليش فريمون. باش كتاخذي واحد الزيت ناتشور 100% عرفتوا راه تمشيو لبلاصه اخرى تلقاوهم دايرين الثمن. زوين البنات هادو ديال لي زيبيس اللي حاطين لكم، يعني هادو كديروا فيهم كيجيو فيهم البنات 4 كبار وربعة صغار الاخوات، يعني هادو كديروا فيهم لي بات. هاد الكبار هادو ديروا فيهم لي بات فول عدس اي حاجه، وهاد الصغار هادو ديري فيهم لي زيبيس. زوينين البنات عجبني الشكل ديالهم، ديري لهم 14.99 14 أورو البنات كيجيو فيهم 8 اختي ديال لي بيس. حاطه لكم حتى هادو ديال هادو كيجيو هكا بهاد العيبات ديالهم، يعني كيجيو فيهم نقول لكم البنات شحال هادو ديال لي زيبيس البنات. نشوف شحال فيهم، فيهم 8 ديال القريعات ديال الزجاج البنات بالقفال ديالهم، وكتجي بهاد العيبين تقدري تعلقيها تقدري تحطيها. هاد الموديل هذا اول مره كنلقاها البنات، يديروا له 14 أورو. نقولها لكم دائما راه كنلقى فيه سلعه اكسيو البنات. هاد البواطات هادو كنت بارطاجيتها معكم في اكسيو البنات، في اكسيو هما اختي لقيتهم هنايا في ستوكوماني، ديري لهم 5.99 أورو كيجيو فيهم جوج ديال لي طاجات. كتجي هاد اللعيبه هادي كديري فيها الصوص ولا كديري فيها اي حاجه، زوينين البنات. هما فيهم بزاف ديال الموديلات، كاين هذا كيجي هكا دائري وهذا كيجي مربع البنات. شوف زوينين كيجيو فيهم جوج ديال لي طاجات. كاين حتى هاد الموديل هذا كيجي البنات بالعويشقات ديالو، فيه عويشقه وفراش وفريشطات عاشق وفرشيطه. ها واحد اختي 4.99 أورو هكا البيكنيك غزالين الاخوات، ولا كاينين الناس اللي كيخدموا كيبغيو يديو معاهم الماكله. عرفتوا زوينين ما شاء الله. عجبوني البنات هاد الكراسه هادو كيجيو على هاد الشكل هذا وكيتجمعوا، يعني تكوني غاديه هكا فواياج ولا غاديه للبلاد ولا غاديه للبحر ولا هادو كيتجمعوا البنات، ولا خارجه بيكنيك مع وليداتك. شوفي اختي كانوا دايرين 4.99 أورو يعني اختي غيبقى لكم بجوج الأورو 50 2.50 الرخاوه الرباخه. كليلي جات كلشي يا البنات غادي يرجع لكم يعني ناقص 50% 50% يا البنات، عندهم كلشي ناقص 50%. اللي خاصها اختي شي كليماتيزور طير اختي. شوفوا يا البنات دير له 54 أورو 54 أورو هذا الموديل هذا 54 أورو يا الاخوات، والله الا ثمن زوين. عنده اختي الدراري جات كتديه فين ما بغيتي. ها انتم البنات 54 أورو عرفتي راه بلايص اخرين ندير الثمن البنات.